هذا غير مخيم المحافظ اللي هو 33,000 هذا وافقات واحد بس الناس يعني خلف الله عليهم جايين يتبرعون بالبناء 300 خيمة اعتقد المصادر هم جايين يردون موافقات شوف انت شلون تقدر تعطيهم ارض خارج داخل حتى نحدد الارض يشتغلون احنا داخل ما عندنا هذا المساحه بس عندنا منطقه القلاع عندنا يعني مساحه كلش وأن الموافقين أنا يعني برأيي إيش قد ما يكون منطقة المخيم قريبة من الموصل أفضل يعني يتبهدلون يعني إيش قد ما ندفعهم يا غادي أفضل أنا اتصال من المحافظة من أي جهة زود دور النازح مال يجي نازح هسه يجي نازح وتوك تطلب له يعني مساعدات هاي طويلة فأحسن شيء مخزن يعني إذا عندك مخزن هي تحت المحافظة يمكن أن يكون جاهز عندك كل شيء عندنا انت من تريد حتى تاخذ من هذا المخزن الا موافقات بعد يومين وثلاثه ما تصير اهم شيء تسوي المخزن عندنا مخزن عندنا مخازن داخل البناء وقصدي يعني حسب حاجتكم انتم المخزن يكون عندكم عندنا مخزن كامل بالضبط ضروري ضروري شو بدك اياه انا موجود امتى ما تدزوا ان شاء الله بجوز بجوز انا اجي وياك تعال حتى تعال وياك شوف المنطقه محمود انه شوف المنطقه اتصل استاذ علي ويا ايه. انا جاهز تعالوا استاذ خلف انا مو ضمن قاطع يعني الوحده الاداريه مالتي بس على استاذ ذنون استاذ ذنون لان احنا من خزنه ولي غادي على برطله من طوبزاوة على بعشيقه هذا الطريق يعني سعبان زوايا على بعشيقه زين طوبزاوة على بعشيقه نعم بس انا متعاون وياكم حتى لو وين ما